هناك مشروعين مهمة بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار. أكو هناك مشاريع عدة، مئات المشاريع المتلكية عادت إلى العمل، مما يعني عودة مئات آلاف العاملين. يوم العراق تجربة رائدة جديرة بالحذو والاقتداء، كيف استطاعت أن تواجه هذه التحديات وتصنع النصر في عنفوان التحديات وتعدد حكومة؟ قلنا الحكومة إن شاء الله أجت وخير، وهذا نفس الشيء، الله وكيله، نفس الطاسة نفس الحمى، كل شيء مسوي. شعبنا يستحق من عندنا الكثير الكثير لإعادة خدمته